وصلت نسبة حظر البحرية الإسرائيلية للمسافة المسموح بها للصيد في بحر غزة إلى 85% منذ البدء بفرض حصار جزئي على مياه بحر القطاع في عام 2000، حيث حددت مسافة لا تتجاوز 20 ميلا بحريا لممارسة سكان غزة للصيد، ثم قلصت عدد الأميال إلى 12 ميلا، ثم إلى 6 أميال بحرية، وتصل في كثير من الأحيان إلى 3 أميال. إسرائيل تستهدف الصيادين بأرواحهم وممتلكاتهم الخاصة. لا حصانة للصيادين على هذه الانتهاكات، لا بميل ولا ب6 أميال كما تدعي إسرائيل. كل يوم يسجل هناك انتهاك صارخ بحق القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية. إسرائيل تضرب عرض الحائق المواثيق والأعراف. لا حصانة للصيادين، كل يوم هناك انتهاك. في عام 2016 كان العام الأسوأ في حياة الصيادين حتى هذه اللحظة. جملة من الانتهاكات تراوحت ما بين أكثر من 60 قارب تم مصادرته لدى الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 125 معتقل، أكثر من 25 إصابة وهناك شهيد. أيضا في عام 2016 هناك وهو العام بداية العام سجلنا أكثر من 30 انتهاك بحق القانون الدولي والأعراف. هناك تم استشهاد الصياد محمد أحمد جميل الهسي وهو راسي على مركبه تم دهسه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي متعمدا في بحر قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة لا يوجد جثمان لهذا الشهيد حتى هذه اللحظة. الصيادون الغزيون يواجهون شحا في كمية الأسماك التي يحصلون عليها بحيث لا تغطي تكلفة الوقود المستخدم لتشغيل مراكبهم، الأمر الذي يعاني منه قرابة 3700 صياد في القطاع. مساحة قليلة زي ما قلت، سمك فيها ما فيش، قطر صيادين ومضايقات، من اليهود برحموش، مش تقول والله انه مش معايا، كمان انهم مضايقين علينا ومسكرين البحر علينا، فيش مساحة لغربة، فيش مجال معانا لغربة نخش، وبرضو بلحقونا، وين ما بتقرب على الحدود لو مسافة ما فيش عندنا حدود، احنا من مينتنا للواحة، نقول الحدود للواحة هذه ما فيش 5 كيلو 7 كيلو، هذه لا تقول لا مدينة غزة فيها 1000 صياد، فيها 3000 صياد، فيها 3000 صياد، وشط بيطلع برضو منه حسك خلف الصيادين في المينا، وين ما انت زي ما انت بتسمعه وبتشوف على التلفزيونات الطرادات شغالين 24 ساعة بناموش. الصياد الغزي محمد العمودي يروي تفاصيل رحلته التي يواجه فيها الموت يوميا بحثا عن بضعة أسماك ربما يجدها وربما يحرمه منها الحصار الإسرائيلي الخانق على الصيد في بحر غزة. كما يصف العمودي قبيل خروجه من بيته يودع العمودي أطفاله خشية عدم رؤيتهم مرة أخرى بسبب ارتفاع احتمالية الإصابة برصاص إسرائيلي في حال اقترابه لمنطقة الحظر، ويؤكد العمودي أن الحصار الخانق على القطاع وعدم توفر فرص عمل أخرى تضعه أمام خيار خوض المغامرة لتحصيل قوت يومه. العمودي يصف ممارسات البحرية الإسرائيلية في تعاملهم مع قوارب الصيد التي تقترب إلى المسافة المسموح بها والتي تصل إلى حد إطلاق النار على الصيادين، إضافة إلى تخريب معداتهم ومصادرة مراكبهم واعتقال من على متنها.